السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله التلات 25 رمضان 2022. ده شكل القمر علشان الناس اللي بتحب تشوف شكل أو وضع القمر إيه، شكل أو وضع القمر إيه معانا في بداية البث. تمام، الشكل واضح وظاهر، مفيش قدامه سحاب، مفيش قدامه غمام. تمام، علشان ان شاء الله نبدأ الاستطلاع بتاعنا على خير. متبقي دقيقتين على الشروق، هفك الزوم علشان نشوف جهاز قياس الرطوبة وقياس درجة الحرارة مسجل الدرجة كام. 60 درجة الرطوبة، 60% الرطوبة، 20 درجة مئوية الحرارة. الساعة 5:11. تمام، علشان نبقى متابعين الحاجات دي كلها. تنزل الرطوبة من 60 لـ59 و20 الحرارة. الساعة 5:12. الشروق هيجي من الاتجاه اللي احنا بنروح له هناك، هنا ده عند المأذنة. الرطوبة امبارح يا شباب كانت تنويه مهم جدا للشباب اللي كانت بتشوف البث بتاع اليوتيوب. الرطوبة على جهاز القياس لو انتوا كنتوا شفتوه كان 72 او 73 تقريبا، وصلت ل 75، وعلى ما نزلت كانت 76. الرطوبة دي اللي هي الأبخرة المائية اللي بتبقى في المستويات العليا من فوق البحر المفروض يعني. تمام، فقد يكون اللي حصل امبارح ان بسبب ان الرطوبة كانت اعلى درجة. احنا فعلا امبارح كانت اعلى درجة رطوبة انا سجلتها في الليالي كلها، فمش عايزين ليلة واحدة. تمام، وقت الشروق دلوقتي كده بدأ وقت الشروق، جالي تنبيه ان الشروق هيبدأ دلوقتي حالا. هننتظر كده ظهور قرص الشمس وربنا يكرم ونعرف نشوفه النهاردة كويس، ونشوف من هنا كده شباب اللي معايا على الفيس. هنتظر بس ان شاء الله يبدأ ظهور قرص الشمس وربنا يكرم النهاردة ان شاء الله نشوفه واضح. الرطوبة النهاردة اقل كتير عن امبارح، القمر واضح مفيش قدامه اي غيوم تحجبه، احنا شفناه مع بعض. هننتظر بس ربنا يكرم ان شاء الله والقرص يبدأ في الظهور، نقرب عليه. ودي كلها اجتهادات، مفيش حد بيقول كلام مؤكد، كلها اجتهادات يا شباب. امبارح كل محافظات الساحل، بورسعيد، دمياط، اسكندرية، كل الاماكن اللي على البحر شافت نفس المنظر اللي انا شفته. بقيه المحافظات ممكن ما تكونش شافت اللي انا شفته، يعني كانت الدنيا مغيمه عندهم لدرجه انهم ما شافوش اساسا قرص الشمس. يعني احنا صورنا جزء من قرص الشمس كبير، هم ما شافوهوش خالص، فهو هنا يمكن يكون ظهر شويه. وبرده ممكن يكون التطويل اللي حصل امبارح بسبب الرطوبه العاليه جدا اللي كان اعلى يوم رطوبه سجلناه، فمش عايزين نركن عليه ونقول انها ممكن تكون فاتت او ما فاتتش. احنا بنجتهد العشر ليالي كلهم مع بعض يا شباب، والاستطلاع يعني حاجه كده ايه للترويح يعني عن نفسنا ليس الا يعني، الا ان انا عندي اقتناع تام ان العشر ليالي هم ليله قدر ان شاء الله، فانا بقوم العشر ليالي كلهم زي بعض. حتى لو ربنا كرمني وصادفت وشفتها في ليله من الليالي، لا انا بقوم بقيه الليالي كلها. قد يكون انا ما خدتش بالي، او يعني او اندفاع مني او اي كلام من ده، فهم العشر ليالي هنقوم العشر ليالي. والقيام مش معناه ان انت قاعد ال 24 ساعه مكفي على السجاده وعمال تدعي، لا والله، ده في ناس كمان ممكن في 10 دقائق بالليل بس كده صلاه ودعاء ربنا بيستجيب لهم وبيكرمهم. بصوا يا شباب، السماء من فوق على فكره صافيه، هيبدا الضوء في الايه في الظهور. حتى لو في غمامه او اي حاجه من دي قدام قرص الشمس، بشوف الضوء من فوق السحب، من فوق التكوينات السحب او من فوق الغمامات.
وبعد 10 دقايق بالظبط لازم تكون الشمس قوية بأنها تقدر تخترق الغمام أو السحاب. الحالة اللي كانت معانا امبارح كانت الرطوبة عالية جدا، على فكرة الشمس طول النهار ما كانتش ظاهرة في المحافظة كلها غير قرص أبيض طول اليوم في السماء بالشكل اللي احنا كنا شايفينه امبارح ده، فعشان كده أنا بقول هي ممكن تكون ظاهرة جوا. بسم الله الرحمن الرحيم، بدأت في الظهور يا شباب. بصوا كده جنب مدنة الجامع، الناس تركز جنب مدنة الجامع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عايزين نقرب بس كده زوم جنب مدنة الجامع. الناس شايفين القرص اللي بدأ يظهر جنب المدنة ده اهو. نبدأ بسم الله يا مسهل يا رب النهاردة وتكون بينالنا ووضحالنا بإذن الله. شباب معايا على الفيس شايفين اهو، انا قربت اهو، شايفين مدنة الجامع. شباب كل سنة وحضراتكم طيبين. من افضل النعم علينا اللي لازم نتكلم عنها ان احنا متواجدين دلوقتي ومشاركين بالبث في صحة وعافية وستر، في صحة وعافية وستر الحمد لله. دي نعمة كبيرة جدا جدا، دي لازم ناخد بالنا منها واحنا بنسجل ظهور قرص شمس التحري في العشر ليالي كلهم بتوع ليلة القدر. فكل سنة وحضراتكم طيبين يا رب، وان شاء الله نتلاقى سنين جاية مع بعض وعلى خير، لا فاقدين ولا مفقودين. شايفين الشكل الى الان بسم الله ما شاء الله. مائلة للحمرة، في لون برتقاني، فيها لون برتقاني، هي هتبدأ بس ايه لما تظهر لنا شوية كده ونشوف. مضى من الشروق تقريبا 4 دقايق ولا قد ايه، معلش اشوف، 4 دقايق 52 ثانية بالظبط. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله وبحمده. هنقوم العشر ليالي كلها شباب بإذن الله علشان ما يتشابهش علينا الشكل، وعلشان ما فيش يوم يهد عزيمتنا. كل الليالي بعون الله بإذن الله هنقومها مع بعض، ونهاية رمضان اللي ربنا عايزه إن شاء الله يكون. ودايما بنقول الأقرب والله أعلم. طبعا في ناس كتير بتختلف، في ناس في المناطق الصحراوية وفي ناس في المناطق الساحلية، كل واحد بيقول اللي هو شايفه أو اللي هو حاسه. وكل واحد إن شاء الله قام العشر ليالي هيشوف ليلة قدره بغض النظر عن أي فيديو أو أي كلام من ده. الشباب شايفين ده شكل قرص الشمس بسم الله ما شاء الله والله أكبر، جنب المدنة أهو جنب المأذنة، جنب المأذنة أهو. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم والله أكبر. طبعا مفيش غيوم تحجبها، مفيش سحاب قدامها، فعايزين نفضل متابعين أطول وقت ممكن نقدر نشوفها خافتة ولا لأ، الحواف حواليها، الضوء بتاعها لهيبها يقدر يوصلني إمتى. سبحان الله العلي العظيم، الله أكبر وسبحان الله العلي العظيم، بسم الله ما شاء الله. شباب طبعا امبارح قعدنا ساعة كاملة ما ظهرت، او 42 دقيقة بالظبط ما ظهرتش، الا ان هي ظاهرة معانا المرة دي وواضحة زي ما احنا شايفينها كده. فسبحان الله العلي العظيم، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، منظر بديع، منظر والله العظيم جميل، يعني غير التحري وغير اي حاجة. انتوا شايفين المنظر عامل ازاي، سبحان الله العلي العظيم. ده شكل قرص الشمس معانا شباب الى الان. تعالوا نشوف، نفك الزوم كده عشان نشوف درجة الحرارة.
درجة الحرارة، درجة الرطوبة 53%، هبطت الرطوبة كمان عن ما بدأنا تصوير. درجة الحرارة 23 درجة مئوية، الساعة 5:21. تمام شباب، معايا الرطوبة 53%، الحرارة 23 درجة مئوية، الساعة 5:21. عايزين نعمل زوم كده اهي، نقرب ده. شباب شكل قرص الشمس حاليا، فسبحان الله العلي العظيم، سبحان الله وبحمده ولا اله الا الله. ربنا يكرمنا ان شاء الله نتحرى الليالي كلها ونشوف ايه الليلة اللي كانت اقرب بعد ظهور قرص الشمس وشكلها وكل حاجة ان شاء الله. الى الان سليمة اهي شباب، نقدر نبص لها كورة موجودة. اول ما الحواف تلتهب هنبدأ نسجل الكلام ده كله. احنا سجلنا درجة الحرارة والرطوبة طبعا غير امبارح تماما، امبارح احنا ما وصلناش لاي حاجة. فشايفين الشكل سبحان الله العظيم، وده المأذنة، هي فوق المأذنة بالظبط، سبحان الله والله اكبر، فوق المأذنة بالظبط. واحد كاتب لي: يا اخي شادي كل يوم عندك ليلة قدر. انا قلت العشر ليالي كلهم ليلة قدر، مش كل يوم بس، العشر ليالي ان شاء الله ليلة قدر. طالما قمنا الليلة ودعينا وعملنا اللي علينا ربنا ما هيخذلناش. فالعشر ليالي هنقومهم، والعشر ليالي هنصورهم، والعشر ليالي هندعي فيهم. سبحان الله العلي العظيم. يبدأ الضوء بتاعها يشتد شوية يا شباب، واخدين بالكم؟ الضوء هيبدأ يشتد شوية اهو. عدى قد ايه من التصوير؟ 10 دقايق على شروق اشعة الشمس. طبعا شتان ما بين امبارح والنهاردة، وشتان ما بين الرطوبة ودرجة الحرارة ما بين امبارح والنهاردة. فلو ما كانش في امبارح كنا هنبدأ نحط النهاردة اول ليالي الشك. الا ان ان شاء الله الليلة دي هتكون معانا، دخلت السباق خلاص. ليلة امبارح بسبب الرطوبة ممكن نستبعدها على فكرة، ليلة امبارح بسبب الرطوبة اللي متخطية 75 لحد 85%، رطوبة عالية ورطوبة شديدة جدا، هنستبعدها. انما النهاردة الرطوبة كويسة، درجة الحرارة كويسة، مفيش غيوم، الشكل اللي احنا شايفينه ده. عايزين الشباب تشد الهمم، ربنا يكتب لهم ان شاء الله الاجر في الليالي اللي جاية. هندعي وهنقوم الليل كله ان شاء الله، وهنطلع نستطلع كل يوم، ونهاية الشهر ربنا يكرم. بدأ يبقى لها ضوء شديد يا شباب، ناس ملاحظة بدأ يبقى لها ضوء شديد، لأن لو فكيت الزوم هتبدأوا تاخدوا بالكم اهو. ضوء شديد بعد ايه؟ بعد 12 دقيقة مش كده؟ 11 دقيقة و12 ثانية بالظبط، عشان نكون مسجلين الـ الأمر ده معانا اهو. بدأ يبقى لها ضوء، وحتى على الحواف هيبدأ يبقى لها ضوء. 3 دقايق كمان بس ونشوف شكلها بقى ازاي، وطبعا هتشوفوا لما هتلتهب بعد ال3 دقايق، علشان امبارح انا كنت قلت مستحيل تقعد اكتر من 20 دقيقة ومش قادرة تخترق الغيوم او السحب اللي حواليها. سبحان الله العلي العظيم. يعني شايفين الشكل؟ بدأ يبقى لها ضوء يا شباب. على فكرة أنا لو بصيت لها ورجعت أبص في الكاميرا ما أقدرش أرجع أبص لها تاني. يبقى بدأ يبقى لها ضوء بعد كام دقيقة، عشان نقول بالظبط 12 دقيقة. بدأ يبقى لها ضوء بعد 12 دقيقة، عشان نشوف بقية الليالي هتبقى عاملة معانا إزاي. بدأ يبقى لها ضوء بعد 12 دقيقة. أنا لو بعدت كده الناس اللي معايا على الفيس هتلاحظ، شفتوا الهالة اللي فوقيها دي؟ في واحد كاتب لي: هتعرف إزاي إن ربنا تقبل؟ لا إحنا والله ما بنعرف. إذا كان الليلة نفسها مخفية هعرف إذا كان ربنا تقبل دعائي ولا لأ؟ بعرف بقى في خلال السنة، بعد أسبوعين، بعد شهر، بعد شهرين، المهم في خلال السنة. يعني من ليلة القدر دي ليلة القدر اللي جاية بعرف سواء ربنا حقق لي اللي أنا بتمناه
وحقق لي الافضل منه ولا لا. ربنا يكرمكم يا رب ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. وزي ما قلت يا شباب، الناس اللي بتكتب لي تعليقات انا دعيت وربنا ما استجابش، قد يكون الخير في المنع. ما تأذيش نفسك، ممكن تكون بتدعي بحاجة انت ما تعرفش، يعني ما تعرفش فيها الخير ليك ولا لا، فلو ربنا شايف فيها شر هيمنعها عنك، وده الخير بتاعه انه هيمنع عنك الشر اللي انت عايز تلحق نفسك بيه. وممكن الدعوة تتأخر، يعني في ناس بيقولوا الذرية الدعوة بتتأخر سنة واثنين وثلاثة، الا ان هتشوف كرم ربنا كبير قوي، كرم ربنا كبير قوي قوي في الموضوع ده بالذات. طبعا 13 دقيقة الضوء بقى شديد، علشان نكون مسجلين الكلام ده كله. الضوء معانا، الضوء بقى شديد جدا حتى في كاميرا في الكاميرا بتاعت بس اليوتيوب يا شباب. لازم اعمل كده عشان افك الفوكس، بس كانت بدأت تبكسل من شدة الضوء. تمام، كده خلاص، كده بقى معانا ضوء شديد. اقدر اقول ان انا حسيت بحرارتها على وشي او على جسمي. تمام، 13 دقيقة، خلينا بقى حاسبين الموضوع ده وعارفين درجة الحرارة والرطوبة. اشوفكم بكرة على خير بعون الله وبإذن الله. عايزين نقوم الليالي كلها ونجتهد فيها، مش عايزين حاجة تحبطنا ولا تهبطنا. كل سنة وحضراتكم طيبين، وزي ما بقول لكم من افضل النعم علينا، حتى اللي حاسس ان الدعوة ما استجابتش، ان احنا معافين وموجودين مع بعض دلوقتي بعد الوباء مجتاح الكرة الارضية كلها، وبعد كمية الحوادث والموت والقتل اللي احنا بنشوفه، ربنا كرمنا وموجودين مع بعض دلوقتي وبنعمل استطلاع، ودي نعمة لوحدها، يعني ما بتسويش مال وما بتسويش اي حاجة، بس عشان هي موجودة واحنا متعودين عليها مش حاسين بيها. كل سنة وحضراتكم طيبين، اشوفكم على خير ان شاء الله بكرة. هنقوم الليالي كلها سواء زوجية سواء فردية، الله اعلم دخولنا صح ولا لا، والناس اللي صامت بعدنا، والناس مفيش حد صام قبلنا بس في ناس صامت بعدنا، والناس اللي كانت منزلة صورة القمر والشهب والكلام ده كله، فعلشان نحمي نفسنا من اللغط احنا بنصور العشر ليالي كاملين. كل سنة وحضراتكم طيبين، شوفوا وشكم على خير بكرة بإذن الله.